طب يعني انت ليش ما حكيتي معه؟ ما خطر لك طيب تسأليه منين بيعرف اسمك؟ منين بيعرفك؟ مين قالك انه ما خطر لي؟ بس هو فاتح لي مجال، فجأة بيظهر وفجأة بيختفي، يا ستي كأني منام وما عم لاقي له تفسير هالشي. بس ما بدك الصراحة؟ والله انه حليوة كتير وجذاب، لا وشيك كمان. بعرف. ان شاء الله نلاقي تاكسي بسرعة. ان شاء الله. تفضلي يا انسنور، تاكسي تحت امرك. يمو شو عم يصير نور؟ شو هذا، جني ولا شبح ولا ملاك ولا شو؟ ما بعرف، يعني لو عندي جواب كنت جاوبتك. الله على قلبي، شو بدنا نقضيها هرجه وسوالف؟ اطلعوا خلصنا يا عمي. يلا يلا. قليلة لأمك يسلم إيديها. إيه والله صحتين هنا. لا بحياتي ما أكلت أطيب من هيك كبة. إلا وشو رب العالم إنه شو بتطير العقل. إن شاء الله صحة وغلط. على قلبك. ألو أهلين. إيه أنا نور، مين معي؟ أم وسيم. عفوا خالي، بس أنا ماني فهمانة شي. شو؟ خطابة؟ لا 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 مو هيك. لا لا انت فهمتيني غلط. لا مو مشكلة، لا طبعا نستقبل. بكرة. اوكي بكرة الساعة 8:30. ماشي باي. شو شو جايني خطابين؟ ولا هاي سمسمة. هاي حبيبتي. شو وصلوا الخطابين؟ مو أساس انتي سافرتي؟ لا حبيبتي أجلتها لبكرة. معقولة نونو تخطب وأنا ما أكون؟ لا مو معقولة. تفضلي هاتي لبون. هاتي. أهلين هزورة. هاي صبايا. أهلين هزورة. شو شايفتك هون؟ إذا أنا ما كنت هون مين بده يكون بخطبة نونو؟ إيه بس هي ناوية تطفش الخطابينها. حتى ولو، الأصول أصول. بعدين بركي قلبت القصة جد، وإذا كانت تطفش الخطابين فأنا لها. لكان صبايا خلونا نتفق من هلأ مين بده يحكي مع أهل العريس. مع مين بدهم يحكوا؟ بيحكوا معي أنا ولا لكم؟ أنا ما قلي بهالقصص، ما بفهم فيها. هلأ أنتوا ليش مكبرين المواضيع؟ خلاص تركوا القصة علي، أنا بتصرف. يمكن إجوا نادولا نادولا للنور، خليها هي تقوم تفتح. لك يخرب بيتك شو جدبة، نونو ما بصير تفتح الباب. فقال مو منيح. لك كم مرة بدي أعلمكم أنا؟ أنا بفتح. أهلين. أهلا فيك، شرفنا يا بنت. أهلا وسهلا. أهلين. أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يزيدك شرف. عفوا مع مين بدنا نحكي بموضوع الأنسة نور؟ طلعت هزار. الحقيقة أبوها للأنسة نور بدبي، يعني إله زمان بدبي، وأنا هون بمثابة ولية أمره، يعني أنا بحل وبربط بكل أموره الخاصة. يا حبيبي هلأ أنت صرتي ولية أمري؟ راحت علي معناتها. بصراحة يا ست هزار عم ندور على عروس بنت حلال لأبني وسيم. أولاد الحلال دلونا عليكم، وبصراحة مدحونا كتير بأخلاق الأنسة نور وبممشاها. أي طبعاً طبعاً، أهم شي ممشاها. ونحن مثل ما بيقولوا عم ندور على البنت المستورة اللي بتحافظ على جوزها وبيتها. وابن أخي وسيم يقبر قلبي، يعني مو ناقصه شي، شغل فيه، بيت، سيارة، من ما جميعه. ما شاء الله. بالله والمحروس شو نوع سيارته؟ والله يا بنتي أنا ما بعرف بهالشغلات هي، بس بعرف إنه جديد خلنج. والمحروس وسيم شو بيشتغل خالي؟ موظف بوزارة الصحة وبيعمل جولات على المطاعم. خذ العين، شوفي شو بينفرد له صفار وشو بينحط له أكل
وشو بيجي هدايا هاي؟ واخ، لو عندي أخت كنت جوزتها يا فورا. الحقيقة يا ست أم وسيم أنتو شرفتونا وأهلا وسهلا فيكم، بس مثل ما بيقولوا الزواج اسمه نصيب، وإذا كانت هالعجينة لها الطينة معناتها بيكونوا لبعض. الله يجعلها من نصيبنا يا رب. إن شاء الله، بس الأصول أصول، يعني نحنا لازم ناخد رأي البنت ونشاورها. إيه طبعا هيك الأصول. بس وين عروستنا؟ ما شفناها لهلا. بتكون عم تعمل قهوة. يلا أنا قايمة أشوفها. شو صار بالقهوة؟ صارت جاهزة. اسمعي لقلك، انتي بتعرفي تضيفي قهوة ولا لا؟ ايش وكيمياء القصة؟ لك طبعاً كيمياء وأصعب لسه. اسمعي لقلك، ركزي معي. أول شي بتفوتي وبتعملي حالك خجلانة كتير، وبعدين بتسميلي ابتسامة صغيرة ومن دون ما تحكي ولا حرف، بعدين بتضيفي حماتك بالأول وبعد الست اللي معه، فهمتي؟ وبعدين بطلع ولا بضل قاعدة؟ عديلك شي دقيقتين ثلاثة مو أكتر، وبس تغمسك سميحة تحملي حالك وبتمشي. أوكي حاضر. يلا شديلي حالك يا عروس. أوكي. ميت مسا بعروستنا الحلوة. بسم الله حولك وحواليك. تفضلي خالي. يسلموا الإيدين حبيبة قلبي. تفضلي خالي. يسلموا إيديك. صحة. عين الله حولك وحواليك. ما شاء الله ما شاء الله. نور واسمها نور. الله الله الله. نظارات. هي ما كتير بتشوف منيح. لك أنا ما قلت لك ما. حطيهم. ولي شو هاد؟ خير طنط ام وسيم شو في؟ لك حاطة ملح بالقهوة لك بنتي. هي بعت لي حمى، هي مو أول مرة بتصير معي، بس عتبك على اللي بيشوف. شو الظاهر مو متعودة تعملي قهوة؟ لا كيف مو متعودة؟ متعودة؟ هي هيك دائما، مرة كانت عم تعملنا فاصولية خضرة، قامت حطت بدال الملح دوا صراصير. دوا صراصير؟ ايه دوا صراصير، حتى كانوا حيروحوا فيها، اسأليهم، مو مزبوط يا بنات؟ مزبوط. يعني أنت هيك على طول بيصير معك ولا بالصدفة يعني؟ لا لا دائما. بصراحة خالي، يعني خليني أحكي عبلاطة، أنا خلقت ما بشوف أبدا، أبدا. يعني طشاش، عملوا لي عملية صرت شوف نص درجة. ما في أمان. يا ساتر يا رب. حتى مرة خالي نسمة، الله وكيلكم، مرة طلبت منها سندويشة لبنة قام حطت لي معجون أسنان، لا وسخنت لي إياها كمان، صح ولا لا يا بنات؟ صح. بلا صح. بلا. فضاي القلوة الله أحد. يلا سمحوا لنا بقى. وين يا جماعة؟ ما كل البوظة. اي ما كل البوظة، وين رايحين؟ لك هون هن. امي وسيم بالسيارة عم يستنانا، ما بنتأخر عليه. بس أيوة. خالي بس ما بيصير. ما حكينا بالتفاصيل. اي تفاصيل خالي، اي تفاصيل. ما في نصيب حبيبتي. لا 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 مثل ما بتكون براحتكم. ما شاء الله. ايش المرة بتصير معي؟ مو معقول.